الاستاذ لمعي في الاسبوع العالمي للمقاولاتيه، وهي حمله توعويه يشارك فيها ملايين الاشخاص في شهر نوفمبر من كل عام عبر العالم. مناسبه نستذكر فيها اهميه رياده الاعمال ودورها المحوري في دفع عجله التنميه المستدامه. ان جامعه قاضي مذاق ورده بصفاتها صرحا علميا شامخا تدرك تماما اهميه رياده الاعمال في بناء مستقبل زاهر لبلادنا، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهوريه نحو بناء اقتصاد متنوع مستدام يعتمد بشكل اساسي على المعرفه والابتكار. ومواكبه لذلك فقد اولت جامعتنا اي جامعه ورده على غرار باقي جامعات الوطن اهتماما كبيرا لهذا المجال من خلال توفير بيئة مشجعة لدعم أبطال الطلبة وتنظيم برامج تدريبية مكثفة وتقديم الاستشارات اللازمة. من هنا تتضافر جهود كوادر الجامعة ومختلف واجهاتها، وهم الحاضنة الجامعية سالينيكي باتر، مركز تطوير المقاولاتية، مركز الدعم التكنولوجي والتقني، دار الذكاء الاصطناعي، ومكتب الربط مع المؤسسات، لتشكل بذلك منظومة متكاملة تهدف إلى مرافقة الطلبة رواد الأعمال بدءا من التوجيه والإرشاد مرورا بتقديم الدعم المادي والتقني وصولا إلى ربطهم بشبكة علاقات واسعة من المستثمرين والشركاء. السيدات الفضائيات، السادة الأفاضل، بنات أبناء طلبة، لقد أضحى ترسيخ الفكر المقاولاتي في وسط الجامعي ضرورة حتمية لما له من أهمية على صعيدين الاقتصاد الاجتماعي، وهو ما دفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة إلى إنشاء هياكل لدعم ومرافقة الطلبة الجامعيين الحاملين لمشاريع ابتكارية بغرض تشجيعهم على تبني روح المقاولاتية وتجديد أفكارهم على أرض الواقع، وهو ما تجلى في القرار الوزاري 1275 الذي ينص على أن الطالب الجامعي يجب أن يتخرج بشهادة أي دبلوم كلاسيكي زائد مؤسسة ناشئة أو براءة اختراع. وفي هذا الصدد فقد سجلت جامعة ورد المرات الأولى وطنيا بعدد المستجلين الحاملين الأفكار اليدية ضمن هذا القرار في موسمين منصرمين، إذ سجلنا ما يرفع عن 540 مشروع في الموسم 22-23، كما تم تسجيل أزيد من 700 مشروع مبتكر في الموسم 23-24 أي السنة الماضية. الفضول الكريم جدير بالذكر أن الحاضنة الجامعية الوردة حاصلة على علامة حاضنة أعمال الممنوحة من قبل وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وفي إطار سعيها إلى تقديم نموذج مميز من الطلبة تحرص على تقديم دورات تكوينية ومرافقة اليدية للطلبة خاصة من خلال تسجيل قرار الميزان 1275، ولنجعل من ريادة الأعمال حقائق مجتمعية، وبذلك نوفر لرواد الأعمال الدعم اللازم لتحقيق أحلامهم ونساهم معا في تنمية المجتمع وازدهار اقتصادنا الوطني. هنيئا لطلبتنا ولجامعتنا بهذه المناسبة، ونرجو أن تحمل الأجيال الأمانة لبناء غد مزدهر بجزائر البطولات والتضحيات، ولتكن جامعتنا متطورة دائما، ولتهنأ الجزائر، أقول ولتهنأ الجزائر بعظيم الإنجازات في ظل الاستقرار والازدهار، والله موفق للسداد. فشكرا لكم جميعا على تلبية هذه الدعوة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحضور الكرام، أبنائي والطلبة والبنات الطيبات، الأسرة الجامعية بالأطيافة، فاعلي المجتمع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، هذه فرصة مجددة لنفسي نفسي بين ظهرانيكم في حرب الجامعة، وأفضل مكان نتواجد فيه هو مثل هذه القراءات، وأن التي تعبر بالعلم بالبحث في جميع مجالاته.
يعني جميع اعتقاد النباح وخاصة في مجال تأسيس ثقافة محاولاتية بين الشباب. فهذا الدعم يعكس رؤية واضحة لإيجاد تكامل فعال بين مختلف مؤسسات الدولة، حيث تعتبر الجامعات خزانا حيويا للأفكار الإدارية والابتكارات. And particularly in the field of enhancing the culture of entrepreneurship among youth. This support reflects a clear vision towards finding the effective fulfillment between different international institutions. Universities are therefore considered as dynamic